رجعنا المشاهدين إليكم النشرة الجوية للملاحة والصيد البحري لهذا اليوم السبت 24 ماي 2014. يتواصل الإعلام برياح قوية سير المفعول إلى غاية هذا اليوم إن شاء الله على الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت العالمي، ويهم خليج جابس ومحليا شرق تونس، حيث تهب الريح من القطاع الشرقي قوة 7 إلى 8 من سولون بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 40 عقدة، وذلك نتيجة تواصل تمركز لمنخفض للضغط الجوي على الجنوب التونسي. هذا الصباح كان الجو غائما جزئيا على سواحلنا كما تبين هذه الصور. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة لبقية هذا اليوم، بعض السحب العابرة بكافة السواحل. بشمال هذا اليوم رياح شمالية شرقية من 15 إلى 20 تتقوى بعد الظهر فتصبح بين 20 و25، كما تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، البحر مضطرب. على شرق تونس هذا اليوم رياح شمالية شمالية شرقية من 20 إلى 25 تتجاوز محليا 30 عقدة، فيكون البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. أما على خليج جابس هذا اليوم فتهب رياح شمالية شرقية جنوبية شرقية من 25 إلى 35 تصل مؤقتا إلى 40 عقدة، ثم تتقلص آخر النهار فتصبح بين 20 و 25 عقدة، البحر شديد الاضطراب ثم تدريجيا مضطرب. الرؤية تمتد من ميل إلى 5 أميال. بالنسبة للتوقعات الجوية المنتظرة لليلة القادمة، بعض السحب العابرة بكافة السواحل. بشمال هذه الليلة رياح شرقية شمالية شرقية من 20 إلى 25 تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، البحر مضطرب. على شرق تونس هذه الليلة رياح شمالية شرقية إن شاء الله بين 15 و 25 عقدة تصل مؤقتا إلى 30، فيكون البحر مضطرب أيضا. أما على خليج جابس فتهب رياح شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب، والرؤية تنخفض من 5 أميال إلى ميل واحد. التوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله على السواحل الشمالية، سحب عابرة تتكاثف تدريجيا بشمال تونس مع أمطار متفرقة أثناء الليل، رياح من القطاع الشمالي من 20 إلى 25 تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، البحر مضطرب، والرؤية بين ميلين وستة أميال. غدا إن شاء الله على جهة الشابة وخليج جابس طقس قليل السحب، رياح من القطاع الشرقي بين 15 و 25 تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، البحر مضطرب، والرؤية بين ميلين وستة أميال. نمر الآن إلى حركتي المد وجزر من إصفاقس 55 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و 28 دقيقة، متر و 35 سنتيمتر على الساعة 1 صباحا و 24 دقيقة. ميناء جابس 65 سنتيمتر على الساعة 8 مساء و 15 دقيقة، متر و 63 سنتيمتر على الساعة 1 صباحا و 29 دقيقة. ميناء جرجيس 35 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و 32 دقيقة، 77 سنتيمتر على الساعة 1 صباحا و 36 دقيقة. في الختام، للحصول على أكثر معلومات الرجاء الاتصال بالموازع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالية قصيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.